إذا كنتم مفكرين أنه عدد أفلام يونيو كبير، تعالوا معي لأنه قامت أفلام ومسلسلات الشهر أكبر بكتير. مرحبا يا أصدقاء، والفيديو الشهري والقائم الشهري لأبرز الأفلام والمسلسلات اللي رح تعرض بشهر يوليو تموز. مثل ما ذكرنا بالفيديو السابق، حديثنا رح يكون عن أفلام المنصات الرقمية، مو عن الأفلام اللي رح تنزل بالسينما. لا، عم نحكي عن أفلام جديدة حصرا رح تتوفر على المنصات الرقمية. جاهزين؟ انزلوا حالا، احرقوا زر اللايك واشتركوا بالقناة إذا لسه مو مشتركين، وأكيد فعلوا جرس التنبيهات، ويلا خلونا نبلش الفيديو. افتتاحية الشهر رح تكون مع مسلسل الانيميشن السعودي محافظة مسامير اللي رح يتوفر على نتفليكس بواحد يوليو. قم برفع رجليك تدريجيا تخسي يا كلب. مسلسل مكون من 8 حلقات ورح يقدم نظرة فكاهية للتغييرات في السعودية. وقت عرض الفيديو رح يكون المسلسل صدر على نتفليكس. وبنفس اليوم منصة HBO Max رح تعرض فيلم نو سادم موف بطول جون هام، ديفيد هاربر، بيني شودال تورو، دون شيدل، ومن إخراج الأوسكار ستيفن سودربيرك. أنا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. عن مجموعة من المجرمين بيتم تجميعهم بظروف غامضة للقيام بمهمة غامضة. Everything is normal, except. What do you want? Is that something you'd say? Normal Monday? أما بأيام 2 و9 و16 يوليو رح تعرض ثلاثية فاير ستريت على نتفليكس. الثلاثية رح تعرض بكل فيلم من أفلامها حقبة زمنية مختلفة، يعني الفيلم الأول رح يكون عام 1994، والثاني ب 1978، والثالث ب 1666. كل الأفلام رح تتناول قصة كابوس عاشته بلدة شايدي سايد على امتداد تاريخها المشؤوم. ولعشاق الخيال العلمي والسفر عبر الزمن، يوم 2 يوليو رح يتم عرض فيلم ذا تومورو وور من بطولة كريس برات وإيفان سترافيسكي اللي رح ينعرض على أمازون برايم. We are fighting a war. Our enemy is not human and we are losing. We need you to fight. بتدور قصة المسلسل بزمننا الحالي لما بيوصل مجموعة من المسافرين عبر الزمن من عام 2051. بيقولوا انه بعد 30 سنة رح تهاجم الارض كائنات فضائية وحشية ورح تقوم بالقضاء على البشرية، وانه الحل الوحيد لانقاذ البشرية هو ارسال المساعدة والدعم من الزمن الحالي لعام 2051. ننتظر ونشوف. بيوم 9 يوليو عشاق مارفل واخيرا على موعد مع فيلم بلاك ويدو اللي رح ينعرض على ديزني بلس وبعض دور السينما. I mean, mistakes. Choosing between what the world wants you to be. الفيلم رح يحكي عن ماضي ناتاشا رومانوف قبل ما تصير بلاك ويدو، بالإضافة إلى أنه رح يحكي عن المهام اللي نفذتها بلاك ويدو في الفترة الممتدة ما بين فيلمي سيفل وور وإنفينيتي وور. ويوم 14 يوليو نتفليكس رح تعرض فيلم جامبودر ميلك شيك بطولة كارين جيلان، لينا هيدي، أنجيلا بيسيت، ميشيل يو، كاريلا كوجيني. So, what's the plan? I called as an Uber. Are you kidding me? Nope. الفيلم بيحكي عن سام اللي تخلت عنها أمها، تم رعايتها من قبل الشركة وهي منظمة إجرامية أمها كانت تعمل عندهم. بعد 15 عام سام بتصير قاتلة محترفة مثل أمها، لكنها بتتعرض لموقف بتوجب عليها الاختيار ما بين الشركة وما بين إنقاذ طفل صغير. وبيوم 15 يوليو شبكة بي بي سي 2 البريطانية رح تعرض المسلسل القصير The North Water من بطولة جاك أوكونيل وكولين فاريل. المسلسل بيحكي عن باتريك، طبيب السابق بالجيش اللي بيملك ماضي مظلم، بيقرر ينضم لحملة استكشافية متوجهة نحو القطب الشمالي لصيد الحيتان، لكن بيلاقي معه على متن السفينة هنري دراكس وهو صائد حيتان وقاتل. لتتحول بعد الرحلة من رحلة للخلاص إلى محاولة للبقاء على قيد الحياة. وبنفس اليوم منصة بيكوك بتعرض مسلسل دكتور ديث بطولة أليكس بلادوين وكريستيان سلاتر وجوشوا جاكسون. I leave myself in God's and Dr. Dunch's hands. المسلسل بيحكي عن كريستوفر دونش، الطبيب اللي بيلفت انتباه زملائه بعد ما بيلاقوا انه المرضى اللي بيكونوا تحت ايديه لعمليات بسيطه عم ينتهي امرهم اما مشلولين او موتى، مما بيدفع 2 من زملائه للتعاون مع المحامي العام لمحاوله ايقافه. وبنفس اليوم شبكة FX بتعرض مسلسل American Horror Stories مشتق من مسلسل American Horror Story، لكن المسلسل الجديد رح يحكي بكل حلقة قصة رعب جديدة، مو بكل موسم قصة مثل المسلسل الأصلي.
كمان بيوم 16 يونيو ديزني بلس بتعرض مسلسل تورنر اند هوتش، مسلسل مشتق من فيلم بيحمل نفس الاسم بطولة توم هانكس، عرض عام 1989. بتدور أحداثه حول تورنر الابن اللي بتنقلب حياته رأسا على عقب بعد ما بيرث كلب أبوه، لكن يكتشف أن الكلب رح يكون مساعد جيد له بالقبض على المجرمين وحل قضية أبوه الأخيرة. وبنفس اليوم منصة HBO Max بتعرض فيلم Space Jam and New Legacy بطولة ليبرون جيمس. الفيلم هو جزء الثاني لفيلم التسعينات الشهير اللي قام ببطولته مايكل جوردن. بيحكي الفيلم الجديد عن ليبرون جيمس لما بيروح بزيارة هو ابنه لاستديوهات وارنر براذر، بيلاقوا نفسهم ضمن عالم سحري بيضم قصص وشخصيات وارنر براذر. على ليبرون كرمال ينقذ ابنه انه يفوز بمباراة كرة سلة ملحمية. وبيوم 23 يونيو منصة أبل تي في بلس بتعرض الموسم الثاني للمسلسل الكوميدي الرائع تيد لازو. واخيرا يوم 30 يوليو منصة ديزني بلس بتعرض فيلم جانجل كروز بعد عدة تأجيلات، الفيلم من بطولة إيميلي بلانت ودواين جونسون. Nobody touches my engine but me. What did I just do? There you go. بتدور أحداث الفيلم بثلاثينيات القرن الماضي أثناء فترة الكساد الكبير، وقت بيصطحب قبطان قارب نهري اسمه فرانك عالمي وشقيقة لمهمة إلى غابة للعثور على شجرة يعتقد أنها بتملك قوة علاجية. طبعا في افلام ما ذكرناها رح تنعرض مثل الفيلم ذا بوس بيبي فاميلي بزنس اللي رح ينعرض على بيكوك، والفيلم التايلندي ديب اللي رح ينعرض على نتفليكس، والفيلم الالماني بلود ريد سكاي اللي رح ينعرض على نتفليكس ايضا، وغيرها كتير من الافلام. I will never be satisfied with just a part of you. We could be happy. في مسلسلات كمان ما ذكرناه بصراحة كتير عم تشوفه على الشاشة هلأ أبرزه، رح نترك لكم رابط في صندوق الوصف بأول تعليق فيكم تشوفوه، فيه القائمة كاملة وتعرفوا قصة كل مسلسل أو فيلم وتشوفوا إعلانه. بتمنى يكون الفيديو عجبكم اليوم، شو رأيكم الأفلام والمسلسلات اللي بتستحق ننتظرها ونشوفها؟ وأخيرا لا تنسوا تدعمونا بلايك إذا كنا منستاهل، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس منشان يوصلكم إشعار أول ما ننزل فيديوهاتنا. منشوفكم قريبا بإذن الله، سلام.